طلبت نسجد لك يا بارينا من أقدم الطلبات المرجمية بالكنيسة المارونية. هي نشيد مرافق لزياح إيقونة العذراء، نظمت على وزن لحن الزعور، يعني الصغير، هو لحن بيرافق عادة الزياحات والتطوافات. تشبه الطلبة ببنيتها نسق السدر بصلاة الحساية أو صلاة الغفران. وعلى مثال صلاة السدر تقسم الطلبة إلى قسمين. القسم الأول بيستعرض تدبير الخلاص، حيث أنه الله أنعم علينا بالبتول النقية مريم يلي هي بنت الآب وأم الإبن وعروس الروح القدس. فيها تحققت نبوءات داود وجدعون ودانيال، ورمز إلى بالجزة والندى وسلاح الرب والجبل العالي. بالقسم الثاني بيستعرض النص الطلبات يلي هي نوع من سرد أو تأوين أو استحضار للنعم يلي وعدنا فيها الرب ويلي بتتحقق بشفاعة أم يسوع فادينا. 7 طلبات تختصر حاجياتنا اليومية: النجاة من الشرير ومفاعيله يعني الآثام والأمراض، التماس خيرات السماء وبركات الأرض، والتضرع من أجل شفاء المرضى ومعونة الموتى. هالبنية كمان شبيهة إلى حد بعيد بقسمي الاستذكار والاستدعاء، مترابطين بالصلاة الإربانية بالقسم الثاني من القداس. مريم يلي بنعمها ومثالا عتق آدم وتحرر من قيوده، هي عم تحملنا سلام الله ونور الأمين إلى الأبد.